اخوي محمد، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير مسعود، وصبح على ضيوفك الكرام. حياك الله. انا عندي ملاحظه حق محمد كرم وعلي. تفضل. انا حاب اقول لك يا ابو علي، انا ما راح اكون نفس اللي قبلي، لكن يا ابو علي هذه نصيحه من محب لتاريخك ومحب لك كلاعب. يا ابو علي حافظ على تاريخك، ولو سمحت هذه نصيحه من اخوك، لا تتحسس منها، لا تطلع بالتلفزيون، لانك والله يا ابو علي للاسف 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 حركت كرتك مع جمهور النادي العربي. ونس نفسك، لا تقاطعني بس لا تقاطعني. ونس نفسك، روح ضيف. لا لا يا ابو علي، روح يا ابو علي، استريح. لا خلي يتكلم عدل، يحترم نفسه، خلي يتكلم عدل. انت تعال، يعني هو اخطا، هو اخطا في يا معود. هذا اللي يدزوا بعد يا معود، هذا عشرين، هذا كل يوم رادي نفس الموضوع. ما يخالف، لا تكلم عدل وصح نفسك. يعني محب، اتمنى محب تقص علينا محب. نعم عموما محب، محب لك ولجارك. لا معود، من عليه تقص انت؟ صار واحد ثاني اذا تفتح بالماي، بالماي احنا نفتح بالتلفزيون. بس كلمه تلف مو حلوه ابو علي، يعني ما يا عمي خل ابو علي. اتمنى يعني انت تعالى عن هذا الالفاظ، وبالنهايه يلا يلا. هذا راي، هذا راي، هذا لا راي. لا مره سعر تقبل الناس، ايش فيك راي؟ لكن انا ردي عليك يا اخوي محمد، وجود ابو علي شرف لنا ونفتخر فيه، وجوده معانا بغض النظر عن رايه نتفق نختلف معاه. هذا راي يا جماعه، انتم ليش ما تحترمون الاراء؟ يعني خلاص رايه، هو الريال مقتنع في وجهه النظر، مقتنع مع الطرف اللي هو يسانده. يعني ما يصير تقنعه او تبي والله لا، يا يصير مع الراي اللي انت تبيه، ولا لا والله على قولتك حرك كرته، ولا لا يطلع بالتلفزيون، ولا ما يصير يا اخوان. يعني احترم رايه، احترم وجهه نظره. لا محب، محب يقول بعد قلت ينص عليك محب. انت حاطين يمكن اسمك الصج، مو هذا اسمك الصج. لا لا ان شاء الله اسمه محمد محمد، لا ونعم فيه، وانا فتحين بالماء.